الفنانة الشابية إكرام العبدية ترد على انتقادات دنيا بطملها. إليكم التفاصيل فتابعوا الفيديو إلى آخره. فقد ردت المغنية الشعبية إكرام العبدية بطريقة غير مباشرة على انتقاد الفنانة المغربية دنيا بطملها بعد أدائها لأغنية مولاي عبد الله خلال حلقة ليلة أمس من برنامج جماعتنا زينة. وقد قامت إكرام العبدية بإعادة نشر ستوريات لمحبيها ومعجبيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام. تضمنت رسائل مشفرة موجهة لدنيا بطمة واصفين إياها بالإناء الفارغ، وجاءت التعاليق كالتالي: الأواني الفارغة تحدث ضجة أكثر من الأواني الممتلئة، كذلك بعض البشر لا يحدث ضجة إلا ذوي العقول الفارغة، فلا تضيع وقتك بالمجادلة معهم. وكتبت متابعة على مقطع أداء العبدية لأغنية مولاي عبد الله قائلة: كل عام وأنتم في قهركم تموتون، الله عليك أحسنت الاختيار. ومتتبع آخر قال: اليوم شفنا فنانين محبوبين بزاف عندنا، إلى وحدة تفرجت معنا. وكتب متتبع آخر: طيبتي القلوب. ومتتبعة أخرى قالت: فن وجمال وأخلاق. فقد عادت الفنانة المغربية دنيا بطمة لافتعال المشاكل مع زملائها في الوسط الفني المغربي بعدما خرجت ليلة أمس السبت بتدوينة انتقدت خلالها بطريقة غير مباشرة أداء المغنية الشعبية إكرام العبدية لأغنية مولاي عبد الله إلى جانب نسيم حداد، حيث نشرت دنيا بطمة ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام يظهر مشهد من سهرة جماعتنا زينة التي تعرض على القناة الثانية ويقدمها الفنان الشعبي نسيم حداد. علقت عليه قائلة: بالصدفة لقيت مولاي عبد الله، ومع احترامي لا يتقنها سوى ولد أسفي نبيل نصيف.